صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله متتبعي قناة أخبار البيتكوين، مرحبا بكم في هذا التسجيل الجديد. اليوم بإذن الله لن نتكلم عن البيتكوين، وإنما سنتكلم على هذه العملة الجديدة التي ستنطلق بعد 15 يوما. فقط أردت أن تربحوا منها 100 قطعة مجانية قبل بداية عمل هذه العملة. العملة لحد الآن رخيصة جدا، تساوي ربما جزئين من السنت، ضعيفة جدا، لكن بما أنها تعطيكم 100 عملة، هناك خطة لهذه العملة ربما على مدى 5 سنوات على أن تصل إلى حدود ربما 25 دولارا. هذا يعني على حسب توقعات أصحاب هذه العملة، ربما قد تصل إلى هذا المبلغ، ربما أكثر، وربما ستبقى على ما هي عليه الآن. أنا فقط أردت أن أشارككم هذه العملة، لن تخسروا شيئا، سجلوا تحصلون على 100 عملة مجانية، اتركوها في محفظتكم وانتظروا مع الزمن قد ترتفع هذه العملة، ربما ستنافس عملة أخرى جيدة. 100 عملة قد تصبح في المستقبل 1000 أو 2000 دولار، قد تفيدكم كثيرا. أحبتي في الله، طريقة التسجيل ما عليكم إلا الضغط هنا فقط، وسأترك لكم رابط التسجيل أسفل الفيديو مختصر لمن يريد دعمي وبارك الله فيه دائما، ورابط مباشر لمن لا يريد أن ينتظر أو يواجه مشاكل مع الإعلانات. هنا لتهم هي سبونسر ايدي، يعني الريفيرال الذي تسجلتم باسمه. هنا ستدخلون ادرس البيتكوين، استغفر الله، ادرس الايميل الخاص بكم هكذا، هنا كلمة السر، يفضل ان تحتوي على ارقام وحروف حتى يقبلها الموقع هكذا. Next. سيطلب منكم هنا الـ first name، هكذا هنا سيطلب منكم رقم الهاتف، أنا من الجزائر، سأدخل هكذا. هنا سيطلب منكم اسم المستخدم، سأكتب مثلا هكذا أي عنوان، العنوان الخاص بكم هكذا، البلد الجزائر، الولاية والمدينة هكذا. هنا رقم البوستال كود الخاص بكم، ثم نضغط هنا ننتظر قليلا فقط هكذا. تم إرسال إيميل للتفعيل، سنذهب على الإيميل الخاص بنا، ها هي جاءت هنا سنقوم بوضع الرابط، إما أن تضغطوا عليه مباشرة أو تنسخوه في المتصفح ثم تفعلون الإيميل الخاص بكم. ننتظر لحظات فقط،
تمت العملية بنجاح. الآن سأدخل هكذا. ننتظر قليلا فقط. كما أخبرتكم العملة لحد الآن ما تزال ضعيفة جدا، لكن لا يهمنا ما دامت 100 قطعة، ربما ستفيدنا في المستقبل بإذن الله. ها هي الآن نضغط على والت هنا، ماي والت. كما ترون لدي 100 قطعة مجانية. وقوموا بنشر الرابط الخاص بكم، ستجدونه هنا هكذا، ريفيرال لينك، وأعطوه لأصدقائكم أو ضعوه في المنتديات في الفيسبوك. لا تتركوا أي مكان إلا وضعتم فيه رابطكم. قد يتسجل أشخاص آخرون عن طريقكم وتربحون عملات أخرى بإذن الله. المهم أحبتي في الله، تقريبا هذا ما لدينا اليوم. هذا شرح بسيط للعملة. أنا الآن أحاول أن أتابعها وأفهم طريقة عملها. إذا استجد جديد أكيد سأضعه في هذه القناة. ترقبوا كل جديد، شاركوا في قناتي ليصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.